مرحبا للجميع، انا كريم الفار من كلفار تكنولوجيز. هيدا الفيديو طبعا اللي هو مهم جدا، شرحنا على الفيديو اللي هو الجزء الثاني بدي اسميه، وهلا هيدا الجزء الثالث او بارت 3 عن برمجه العلبه، لانه شرحنا على شغلات مهمه جدا بالفيديو المسبق. هلا بدنا العلبه جاهزه هون، وبدنا نبرمج العلبه لحتى تشتغل مع عده اجهزه، اللي هي طبعا جهازين بنفس الوقت عن طريق either اليو اس بي او عن طريق الميدي كيبل. هلا هون انا بدي اشرح عن كيف بدي ادخل على برمجه العلبه، وهيدي هون الملاحظه مهمه جدا انه تنتبه انه الخطوات هاي اللي بنعملها هيدي مهمه جدا. وهلا حنعمل كم غلطه بالقصد حتى نقول اوكي ما اشتغلت، وبتصلوا بكريم الفار انه ساعدنا لانه ما عارفين نقرا المانيوال او اللغة، وكتير أسباب. ما عندي مشكلة، أنا مستعد ساعدكم. هلأ الخطوة الأولى اللي هي دائما بكتبها بالكتاب، إنه في عندك خطوة إنه كيف بدخل على البرمجة، وهيدي الخطوة بتعتمد على التوقيت. يعني إذا أنت ما بتعملها بوقت مناسب، يعني هلأ كابس ما كبست كانسل، لاحظوا بعد هي الخطوة كانسل أنتيوم سيت أب، هيدي دائما في مشكلة فيها إنه كيف تدخل عليها. هلأ ممكن أنت تعمل هيدي قبل، بتعمل هيدي لاحظوا ما دخل على البرمجة، يعني انت عملت عملية انه مش بالتوقيت المناسب للكبستين، تايمينج بسموها، فهون ما دخل على البرمجة. فطبعا هون تتعقد انه يا عمي انا ما فاهم المانيوال شو كريم كتب، او كل فرق التكنولوجيز معقد الامور. لا، هاي ملاحظة احفظها، انه انت كبست الكبسة قبل ما تكبس الكانسل، وهيدي مهمة جدا انه لما نحن بدنا نعمل التوقيت فبكبس الكانسل مباشرة، هي مهمة جدا، مباشرة بكبس هلا الكانسل، مباشرة بكبس التيون سيت اب، ولاحظوا شو طلع على الشاشة، هي مهمة جدا. يعني بكبس شو اني بكتب الكانسل، ما بدها تضلها ضاغط كانسل، لانه اذا ضليتك كابس على الكانسل حيطفي الجهاز، لانه بالفيديو الاول او البارت 2 اللي عملته شرحت شو عملية الكانسل، هي مهمة جدا. هلا طبعا اعطاني P1 يعني برايمري اللي هو الميدي واحد، ومنلاحظ هوني انه اعطاني اضواء هون، انه شو هيدي هي مثل كريسمس تري على سبيل المثال، او اضواء حلوه للزينه، اللي هي طبعا لانه الشاشه عندنا 3 ديجيتس ما فينا نكتب طبعا عليها، ممكن نعمل احتمالات انه نكتب كذا، بس صعب تكون تكتب عليه لانه ما في كل الاحرف بيكون، ففضلنا انه نستعمل طبعا طريقه الكبسات، انه نبرمج كل جهاز، وكيف بدي اعرف انه هيدا كورغ، هيدا ياما، هيدا رولاند، او هيدا كورزويل، او هيدا موغ، او هيدا الكونتاكت. طبعا الكتاب اللي انا عامله والكتيب موجود PDF Excel Sheet، انه بيشرح لك عن الاجهزة وشو هي طبعا supported اجهزة وشو بتقدر طبعا تبرمجها. هلا ناخد نحن دايما اغلبية الناس عندها يامها او رولاند او عندها يعني يامها او اجهزة تانية او فيجا، كله موجود طبعا. يفضل انه نفوت على الصفحة وننزل اللي هي التيبل الخاص بالأجهزة، تطبع تحط عندك بالجزدان أو خليها معك بعلبة الكلفار حتى تعرف الأجهزة للبرمجة. هلأ الـ 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 الكورغ بالدو، يعني هيدا بالسي، يعني هون بدي أرجع هيدا الدو اللي هو عاملين نحن كورغ، وطبعا في كورغ تاني اللي هو هوني، هيدا دو وهيدا هون طبعا يامها، بس عم بدي اشرح لاثنين. فيك طبعا انت تفوت على الكتاب تشوفه لحتى نختصر الوقت وما يكون الفيديو طويل. طبعا هلا بدي برمج انا هون جهازين اللي هن الكرونوس مثلا والفور اكس، وطبعا هون بهيدي البرمجه حتعطيني احتمالات انه طبعا برمج الاكسبريشن بيدل او فاعلها على ميدي واحد ولا ميدي اثنين ما فاعلها، فكلها حيكون قدامك. هلا حنكبس طبعا مثل ما اتفقنا انه الدو هي عمليا الكورغ. طبعا بيجيني السؤال الثاني انه اعطاني بي 2 على الشاشه، هيدا البي 2 يعني اللي هي بيسالك للبرايمري اللي هو الجهاز الميدي واحد، انه شو الجهاز تبع الكورغ بدك اياه انت، هيدا مهم جدا، انه بدك انت اكستريم، بدك كرونوس، بدك ام 3، ما عندنا مشكله. وطبعا الإضاءة واضحة هون بالفيديو هيدا، إنه عندك الكبسات مفعلة لحد الـ A sharp أو اللي هي سي بي مول. بالنسبة إن أنا أو إلي، لأنه عندي أنا كرونوس ما عندي جهاز تاني، بدي أنا برمج الـ A sharp اللي هي طبعا الكرونوس. لما بكبس هلا هون الـ A sharp دغري مباشرة، لاحظتوا بالفيديو الأول نحن فعلنا الإكسبريشن حتى يكون يعني هو البارت 2، فعلنا فطبعا تلقائيا هو
ضل حافظ بالميموري انه انت عامل للبرايمري الاكسبريشن بيدل. هيدي نقطه مهمه جدا، ممكن يكون اوف، وكيف بدي اعرف انه اوف؟ ما هو اوريدي مفعل، بس مش مفعل او مش مبرمج بعمله اوف بالريسيت، وبقدر اعمل هون ماينس اللي هي للاي بي او اكسبريشن، اوكي بي سي او اكسبريشن. هلا لاحظوا هون الاختيار الاهم انه لازم تعمله بالبرايمري، يعني ما بيقدر الجهاز يعمل الاثنين بنفس الوقت، يا بتاخذ اي بي او بتاخذ اكسبريشن. واضحين هون؟ هلا انا لانه بدي افعل اكسبريشن ما بدي بريث كنترولر، وبيطلع الخطوة الثانية اللي هي بعمل كانسل. لما بعمل كانسل بيعطيني الخطوة الثانية هي السؤال، انه اعطاني هون سؤال مهم جدا انه انت بدك اي قناة اللي بدك تبعته. هذه النقطة مهمة جدا. عادة بالاجهزة سينتوسايزر بشكل عام، بدي ارجع اقول ممكن انت عندك احتمال ثاني، بشكل عام نحن بيكون عندنا انه قناة واحد عم نفعله للجهاز مثل الكرونوس، انه هو طبعا سينتوسايزر، وانا بدي طبعا عبشر جلوبال. لما عبشر جلوبال انا ما بحاجه اهتم انه اذا عندي 16 قناه بالاورج على ديفرنت تمبر، انا بدي شرق الجلوبال، هو بياخذ من جوا التشريق بدون اي مشكله. هلا طبعا انا هون مفعل كان مبرمج شيء قبل، انا قبل هيدي شغله خاصه الي، فانا بستعمل الكبسات هدول كهن قنوات، مثلا هيدا قناه 1، هيدا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. هدول الكبسات كل ما انا كبست وحده بيكون قناه، مثل ما هلا قبل شوي انا شرحت، يعني ثواني كانت. هلا انا بدي بس قناه 1 للكرونوس، اختصار بدي قيم هدول المضويين قبل وخلي هيدا قناه 1، ماشي. هلا نكبس كانسل ومنيجي على الخطوه الثانيه هي سي سي ان، يعني كنترول. لاحظوا انه مؤقتا فجر على الشاشه اللي هي طبعا كنترول نمبر، وهذا المهم جدا انه حسب الجهاز عندك انه ممكن ياخذ الكنترول 11 7. وعندنا عده احتمالات، عندنا من 100 ل من 0 ل 119، وعندنا ماستر فوليوم. وهلا بعطيكم الملاحظه، ممكن تستعمل انتو ارقام اللي هي البلس وماينس تتغير فيها، بدك 7. وهيدا مهم جدا طبعا اللي عم بيستعمل اكسبريشن بيدل، انه يشوف الكيبورد شو بيقبل معلومات ويعدلها بناء على العلبه. الملاحظه هون قبل هيدا انه كمان عندك يو ال، اللي هي طبعا هيدا ما هي يو ال، هي في ال، يعني فوليوم ماستر فوليوم، بيقدر يعمل لكل الكيبورد طبعا حسب انت اذا ما بتعزف ايقاع، انه اذا بتعملها هيدي بيصير كل كيبورد فوليوم واحد، اوكي، يعني بيصير ماستر فوليوم لكل الجهاز. طبعا بعض الاشخاص بيحبوا يستعملوها، فالاحتمال موجود عندك هون كماستر فوليوم. انا طبعا بدي رجع على ال11. اللي حابب احكيه بهيدا الفيديو هون بهيدي نقطه مهمه جدا، وكنت عم بحكي على القنوات، انه اليوم انت بتقدر قبل ما ادخل على برمجه الجهاز الثاني، انه بنقدر نحن نبعث على 16 قناه لكل جهاز، يعني بيقدر يعمل جهازين 32 قناه، يعني هيدا رقم خطير جدا، وانت فيك تحدد القناه اللي بدك اياها. هيدي النقطه الاستراتيجيه بدي اقول، انه الميزات الاي كي 5 والاي كي 4، انه انت انه قادر تتحكم بالارقام هيدي، وهيدا اهم شيء لك انت كعازف او عندك هالقطعه من عند كل فار، انه تعرف شو المهم انه اشتري عند كل فار، وليش الميزات هيدي احد الميزات، انه عندك احتمالات 16 × 2 هي 32 قناه، وهيدا مهم جدا انه انت تكون مسيطر على الامر، انه انت فيك تحدد الرقم اللي بدك اياه للكنترول تشينج، بغض النظر ممكن انت بدك تستعملها كموديوليشن ما بحاجه، بس تكون 11، هيدي نقطة مهمة جدا، أو 7، فبتعتمد على شو بدك تستعملها أنت في الأورج اللي موجود عندك، بغض النظر أي جهاز، إن كان كرونوس، إن كان ياماها، إن كان رولاند، أو كورج الفاميلي. وهيدي طبعا ينطبق على الإكستريم، يعني جاني أسئلة اليوم إذا بتشوف الفيديو حينطبق عليه 100%. هلا حنطلع على طبعا الفيديو الثاني اللي هو سوري الخطوة الثانية، اللي هي نقطة كمان فعالة مهمة جدا، انه حيسألني عن الكيرف. هلا هيدي النقطة خلصنا نحن انه عملنا البيدال، ممتاز. هون رسمة الجرافيك تبع الصورة ممكن تعملها انت طريقة عكسية، ممكن تكون لينير يعني خط مستقيم، ممكن يكون اكسبوننشال،
فبرجع بعيد وبذكر رجاء ادخلوا على البي دي اف. البي دي اف فيه الرسمات ممكن تستفيد منها على حسب العزف، ممكن بدك اياها لطريقه السكسيفون، ممكن للناي. فكل يعني بدل ما يكون الصوت مستقيم، يعني هلا نعطي مثال، هيدا صوت مستقيم اوكي، نستعمل القلم، لاحظوا خط، ممكن انا بدي الصوره تكون هيك عكسيه، بدي اياها تكون هيك على حسب. فبقدر انا استعمل هيدي الارقام اللي هي مفعله طبعا بالعلبه، وفيني استعمل up to 9، يعني اذا بلاحظوا 0 يعني 1 يعني 2 3 4 5 6 7 8 8 9، لانه عندك الصفر هو بيعتبره رقم. فكل كيرف رسمي لما تعمل انت بالبيدال او حتى النفخ حتكون الصوت يتغير، الذبذبات تبعته والفوليوم تبعته على حسب طبعا النفخ تبعك انت وحسب الرسمه اللي انت مختارها هي، او الكيرف كيرفتشر تبع الجهاز. وطبعا هون بيقدر يحول لك اياها لاي جهاز بدك اياه في العالم بدون اي عائق او مشاكل. هلا طالما عملنا البرمجة البرايمري الاول، عندي احتمالين، انه يا بكفي برمجة الجهاز الثاني او ما بدي الا بس جهاز واحد. هلا بكبس كانسل هون، عطاني S1 يعني secondary، يعني هيدا الجهاز الثاني. وهون نفس العملية بقدر اعملها اللي هي عملت الخطوات الاولى، طبعا اختيار جهاز ثاني. انا بدي استعمل على سبيل البي اي سيريز او كورج، اكبس على الدو، لانه عرفنا احنا الدو هي طبعا الكورج، والبي اي سيريز عادة هي على الدو كمان حنكبسها. وهلا هون اعطاني الاحتمال انه انا اوريدي بالنسبة لاختيار الاكسبريشن بيدل او البي سي مفعل الاي بي، يا بخليها طبعا ما عندي مشكلة او بعملها اوف، وبل هون بكون خلصنا البرمجة. لا بدي خليها انا مفعلة، بكبس كانسل. حيسألني هون الجهاز عن ثلاث احتمالات هون اذا بدي بالنسبة للقنوات، انه عندي القناة 1 2 3 مفعل، هيدا مهم جدا اذا عندك بي اي سيري، اللي هي طبعا عندك قناة 1 2 3 اللي هي الابر 1 او 2 او 3. هلا طبعا بقدر انا استعمل 1، افوت اعمل جلوبال كنترول بقلب الجلوبال عندك بالبي اي، بس انا بفضل اعمل هدول الثلاثه 1 2 3 قنوات. طبعا انا لاحظ مسكر كل شيء هون، there is nothing on، الكبسات كلها يعني هيدي. ممكن اعمل قناه 4 5 اللي بدي اياها، بس انا بالكيبورد عاده عم بستعمل 2 وبكفي هدول طبعا، او ثلاثه سامحوني على الغلطه هيدي. طبعا خلصنا هون ثلاث قنوات، وبرجع بعمل كانسل. هذا بيسالني نفس الخطوه اللي عملتها بالبرمجه الاولى، انه سي سي ان طبعا بخليها 11 اذا بدي اللي هي كنترول 11 للاكسبريشن. وطبعا في بعض الاحيان فينا نستعمل 7 لانهم قريبين على بعضهم، السبعه وال11 في فرقيه بسيطه جدا. طبعا خلصنا هون البرمجه، نعمل كانسل. اللي بيسالنا الخطوه الاخيره بالبرمجه بين البرايمري والسكندري، انه اليوم انا بدي اعمل different curve رسمي وشرحت عنها، فاظن واضحة الصورة. وهلا الخطوة الاخيرة هون والاهم، انه هون اللي هي بالابديت اللي عملناه رقم 4 كان مهم جدا من ناحية طبعا البرمجة العلبة، وناحية انه الافكار اللي حطيناها هيدا مهمة جدا، انه يعطيني طبعا لما برمج انه يفعل اليو اس بي او لا، وانا شرحت طبعا بالفيديو الاول على الشورت كاتس. فهون انا باخر البرمجة حطيك P1 0 حتى تقعد اللي يعمل شو عم بيصير هون، وترفع التليفون تحكي مع كريم الفار وبتقلي مرحبا بكل محبة وتواضع، ما مشكلة بهيدا الموضوع. المهم وبتلاقي انه كريم حللك مشكلة بخلال ثواني، لانه طبعا اذا ما كنت فاتح الكتاب، وطبعا انا ما بخطيك ولا ما في شيء غلط تتصل فيي او تسالني او حتى برساله. وهون خلصنا البرمجه، بنسال يا بدنا نفعل اليو اس بي على حسب الجهاز انت مركبه. عاده انا مثلا هلا لانه مركب اليو اس بي 1 للكرونوس، بدي اغير التعديل تبعي على بورت 1 مثل ما اتفقنا بالاول فيديو، وبدي سكر البورت الثاني، لانه هون نقطة مهمة جدا، اللي ما بيقدر اليو اس بي 1 يبعت، بيقدر يبعت هو، بده يكون عندك طبعا راوتر يعني، بس ما بعرف اذا عملية انه تستعمل اليو اس بي، ما جربتها انه على الجهاز الثاني ك4 اكس تعمل له 2 ملي، ما عملت لها تجربة، بس بعرف انا التجربة تبعتي انه انا حطيت البورت 1 لليو اس بي للكرونوس اهم شيء، وخليت الميدي كيبل عادي اللي هو طالع من الميدي 2 طالع على الجهاز
ال 4X او طبعا ال 3X او ال PA series بشكل عام. وهون طبعا خلصنا البرمجة والكبسة الاخيرة هي الكانسل اللي حيعمل تسجيل في الميموري save in memory. وهون كبسناها الكبسة، عمل لي FP fully programmed يعني، ولاحظوا عطاني كل البرمجة طبعا بطريقة سريعة، عم يعمل ريبوتينج هلا ووصل للاون مثل ما انا شرحت انه الاون هيدي مهمة جدا، لانه انا فعلت اليو اس بي ضل علي خطوة واحدة اكبس كانسل، وهون فيك تبلش تشرق وتعمل حركات اللي بدك اياها، بدك بيات السول، بدك بيات الري، بدك رست الدو. فبتمنى بهذا الفيديو انه كان واضح، طبعا هيدا almost 16 دقيقة، بس حبيت انه فيك طبعا انت تستعمله على طريقتك انت. وهيدا الفيديو هيدا مهم جدا، بعتبره انه كيف برمجة العلبة. وشكرا للجميع.